حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث بها عن انطلاق الموسم الدراسي لعام 2022-2023 في المدارس العراقية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بسجاد رهيف مدير فرقة السنافر للأطفال. أهلا وسهلا بك سجاد. أهلا وسهلا بك أستاذ، على رأسي كل الهلا بك، نورتوني. بداية خلينا نتعرف بسجاد، نتعرف بفرقة السنافر، كيف تم تأسيس هذه الفرقة؟ بالبداية سجاد رهيف صديق طفل العراقي، خريج دبلوم معهد فنون جميلة، حاليا طالب كلية فنون جميلة، حصلت على لقب دولي من جميع منظمات المجتمع المدني، ومن ضمنها منظمة السلام والصداقة الدولية، على لقب صديق الطفل العراقي نسبة لأعمالي مع الأطفال، أطفال الصم والبكم، أطفال الأيتام، أطفال الشهداء، الحالات الإنسانية، أي شيء خص الطفل، أطفال السرطان. طيب كيف تم تأسيس هاي يعني الفرقة السنافر، كيف كان تأسيسها والاشتراك، وكيف تم المشاركات، ويعني تعرف على الأطفال؟ هي بداية حب وشغف للأطفال، فواحد يتعمق الحب الطفل، ينجذب للطفل من خلال هواية أشياء. فتقريبا بال 2016 بدأنا تأسيس الفرقة، كانت بداياتنا بسيطة لحد ما شوية شوية طورنا بالفرقة، والحمد لله والشكر وصلنا إلى مرحلة أنه إلى جميع محافظات العراق، مهرجانات ضخمة، ودخلنا أشياء يعني قلت لكم من السيرك المصري والسيرك الياباني، فقرات لي أول مرة بالعراق، الحمد لله والشكر، الله مكننا من أجل سعادة الطفل العراقي إن شاء الله. كيف كانت خطواتك منذ التأسيس إلى أن وصلت ما وصلت عليه الآن؟ والله هي بداية يعني مثل ما تقول شوية تدريجياً، فقرات بسيطة بدينا الحمد لله والشكر، وشوية شوية بدعوات العالم، دعوات الأطفال والحالات الإنسانية كلها والأيتام، والحمد لله وصلنا لهاي الحالة، جهود ذاتية الحمد لله والشكر. مهرجاناتك اللي شاركت بيها يعني شون كانت، وشنو الفعاليات اللي سويت؟ والله مهرجانات عديدة ما شاء الله من 2016 لهذا يومنا مثل ما تقول، في جميع محافظات العراق إن شاء الله. هواي قدمنا فقرات ترفيهية أولا للطفل، ثانيا يعني تثقيفية وتوعوية، وهواي أشياء توعي الطفل إن شاء الله. شلون تعاون الطفل وياكم واستقباله لكم؟ والله الطفل هو يحب هاي السوالف الحمد لله والشكر، يحب المرح، يحب الترفيه، فمن خلاله احنا قدرنا نجذب الطفل الهيتشي من خلال الترفيه، قدرنا نوعي الطفل الحمد لله والشكر، وباقين ومستمرين إن شاء الله. المجتمع العراقي يتقبل هيك فكرة الأطفال، وشون تقبلها خصوصا أنتوا فكرة جديدة؟ أكيد أكيد بكل رحابة صدر يتقبلوها الحمد لله والشكر، استقبلوها وكلش يحبوها، العائلة العراقية يعني يحبونها أكثر من الطفل الحمد لله والشكر. يعني مستقبل أهدافكم المستقبلية شون تخططون؟ والله إن شاء الله إحنا بدينا وإن شاء الله خطط للعربية إن شاء الله، مستمرين من أجل الطفل العراقي. أنتوا كادركم كم نفر؟ شنو الفعاليات اللي يقوم بيها؟ أيضا شلون يتم تنسيق هالفعاليات والأزياء والأزياء منين تجيبوها؟ أكيد بالبداية هو كادرنا يحتوي على تقريبا 22 نفر، بيهم داخل بغداد وبيهم خارج بغداد، لكن نتواصل خلال التواصل الاجتماعي. ثانيا أزياءنا احنا نشتريها دائما اما من دولة مصر او من الصين، تعرف انت اكثر شيء، من ألمانيا، فاكثر شيء هاي يعني بالجديد قمنا نشتري كله من برا، لان بالعراق ما عندنا هيك ازياء، فنفتقر لهيك شيء، فكل أزياءنا من برا. تنسيق الفعاليات شلون يكون؟ تنسيق الفعاليات من خلال الكادر اللي عندنا، كل شخص إلى تنسيق فعاليته، كل شخص يقدم فعاليته بوحده من خلال التعاون إن شاء الله. زين، أنت ذكرت السوشيال ميديا، السوشيال ميديا شنو اللي فاتكم؟ السوشيال ميديا أكيد فادنا، يعني مثل ما تقول ترويجي إلنا، الناس حبتنا، الناس عرفتنا هواية، الأطفال هسه مثل ما تشوف الأطفال إنه 24 ساعة السوشيال ميديا، اليوتيوب،
فمن خلالها احنا انعرفنا والحمد لله وشكرا من خلال السوشيال ميديا. اليوم انتم قدمتوا شيء مفرح للطفل، هل هنالك دعم حكومي لجهودكم؟ والله من بدينا من 2016 لهذا يومك ماكو اي دعم لا حكومي ولا جهة معينة ولا اي احد، كله دعم ذاتي ومن اني شخصا واحد الحمد لله. اليوم نحكي عن بداية العام الدراسي، انطلاق العام الدراسي وايضا فعالياتكم في مدرسة التكامل، شنو الفعاليات اللي سويتوها؟ والله بداية بكل عام دراسي احنا كل سنة مثل ما تقول تشجيع للطفل من اجل انه يحب الدوام يحب الدراسة. بداية كل عام دراسي تكون عندنا احتفالات ومهرجانات خاصة، مسرحيات للأطفال، مسرح العرائس، فقرة الألعاب السحرية، فقرة الشخصيات كارتونية، فقرة الرجل الطويل، فقرات متنوعة جدا من أجل يعني تشجيعا للطفل حتى يحب الدراسة ويجي للدوام إن شاء الله. مثل هكذا فعاليات هل تنمي قدرات الطفل؟ أكيد أكيد، اللي يشتغل صح يقدر من خلال الترفيه قلت لك ينمي عقل الطفل ويوصل إلى وين ما يريد. شكرا جزيلا لك الله يخليك. إذن مشاهدين الكرام مستمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم الحديث عن فرقة السنافر وكذلك بدء العام الدراسي الجديد، ابقوا يانا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ورحب ايضا بست شيماء معلمه الصف الاول. اهلا وسهلا بك ست شيماء. بك استاذ، اهلا بك، شرفتونا اليوم. مبارك لكم انطلاق العام الدراسي الجديد. الله يخليك، ان شاء الله يا ربي يكون عام حافل كله بالنجاح والموفقيه. واحنا عندنا اساس بالمدرستنا هي اساس الصف الاول، شلون نكسر حاجز الخوف عندهم. بدايه العام اول ما يداومون لازم نعرفهم على شنو مدرسه، شنو النظام، شنو وقت مرافق المدرسه، يعني لمين تتكون المدرسه، شنو فائده المدرسه، شو يستفاد المدرسه من الطالب. ولازم يعني نحبب التلميذ بالمدرسه، يعني ما يصير يعني عنده شويه خوف وابتعاد عن المدرسه. كل هاي الخطوات ممتازه، يعني شكرا لكم. نحكي بأولى خطواتكم اللي هي إقامة مهرجان بحضور فرقة السنافر، شنو اللي سويتوه اليوم؟ يعني هو هذا المهرجان كل زرع الفرحة والابتسامة عند الأطفال، عززهم وزيد بهم الثقة بالمدرسة وحببهم بالمدرسة وزرع بهم الفرحة والابتسامة. تعرف احنا الظروف اللي دا نخوضها هسه ظروف صعبة، الأطفال كلش متخوفين من الكورونا المرض وهاي، فأول ما زرعت يعني زرعت هاي الفرقة هي المحبة والاجتماع والجماعة بينهم، يعني حببتهم واحد بالثاني، عرفتهم واحد بالثاني، أساس شنو التعلم، شنو الألعاب، علمتهم النظام، شو مثل واحد يستيقظ الصبح شو يسوي بالدوام، شلون يحضر نفسه، يعني هاي كل الامور. نجي لي خطوه خطوه، الخطوه الثانيه هسه من بعد اقامه هذا المهرجان هو الابتداء بتعليم هؤلاء الطلبه، كيف يتم استقبال يعني هؤلاء الطلبه وكيف يتم التعامل وياهم وباي طريقه؟ يعني اكيد اكو هواية طرق يعني متعدده وصولا لمراحل. طبعا هو التلميذ اول ما يجي خاصه الصف الاول حيستغرب، لانه حينتقل من مكان من بيئه الى بيئه، يعني بيئه البيت او بيئه الروضه الى بيئه المدرسه، فحيشوف كل شيء غريب قدامه. فاهم شيء يعني اول شيء نحببه بالدوام، نعرفه مثل ما وضحت سابقا، نعرفه على رافق المدرسه، نعرفه على المدرسات، نحببه بان هذا مكان هو المحدد، اكو مكان للدراسه واكو مكان مثلا ان فرصه عندهم، بالفرصه ايضا هم يشاركوهم المدرسات اثناء الفرصه، اكو اكل، اكو نظام يخلص وقت الاكل، اكو حمام، اكو مثلا قبل ان ياكل شيء يسوي، واكو درس يعني لازم ان يعني يدخل للصف قبل ما تجي المدرسه. هذا الامر يتعلق بس بطلبه الصف الاول او للجميع انتم تقدرون تعلمون؟ كلهم هاي يعني كل المراحل من الصف الاول لحد الصف الثالث متوسط اللي احنا اساسيات التكامل. نبتدي بحضرتك، كيف يعني نعرف احنا خصوصا هؤلاء الطلبه بالمراحل الابتدائيه دائما ما يعانون كثير منهم الاساتذه. انت مدرسة صف اول، كيف تتعاملين وياهم خصوصا هم يعني كانه مربيه انت وليس مدرسه؟ بما انه انا يعني مؤسسه التكامل من سنه 2007،
لحد الآن. يعني أول ما هاي لازم التلميذ أن يحب المعلم، لازم أن يكون الأم الثانية لإله بالمدرسة، لازم يشيل حاجز الخوف، لازم ينزل المستوى. أهم شيء المعلم ينزل المستوى عم يقدر يكسب، إذا كسب حب التلميذ حيقدر يكسب كل شيء. يعني الطرق التدريسية اللي تعطيهم إياها شلون تكون؟ يعني أهم شيء أول شيء طريقة الألعاب وطريقة القصص. يعني التلميذ كلش عنده مخيلة واسعة، خاصة التلميذ صف الأول كلش يحب القصص، وبعدين ندخل بالدرس وطريقة الألعاب، ألعاب متنوعة. همتين احنا عندنا موضوع جدا مهم اللي هو دا نعاني من عنده في هذه الفترة، هل أثرت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وكذلك الأجهزة الإلكترونية على الأطفال؟ أكو بعض الأطفال قاموا ما يحبون المدرسة لأن ما بها أجهزة إلكترونية. طبعا يعني أول شيء تأثيره السلبي هو تأخر بالنوم، يعني التلميذ يجي كلش عنده خمول، يعني كلش حتى يتأخر بالدراسة، يتأخر باستلام المعلومة. فإحنا بهيك طريقة لازم نكسر هذا الشيء، نقرب له هذا الشيء بالشيء المفيد، يعني نستخدم الإلكترونيات بالشيء المفيد. يعني مثلا نعطيك واجب بيتي، نستلم من عنده كالنشاط البيتي دزلنا اياه، يعني كطريقه العابها ماتين نقدر نستغل هذا الشيء. المدارس العراقيه مخلين سبوره، نعرف سبوره لو حيكتب عليها. انتم مخلين شاشه، شنو استفادتكم من هاي الشاشه بما انه احنا ربطنا موضوعنا بالالكترونيات؟ نعم احنا استخدمنا هاي الشاشه لان بوقت منحه كورونا استخدمناها للتواصل، هما بالبيت واحنا تواصلنا ويا برنامج استخدمناها ماتين تواصلنا، وايضا من خلال ان هاي الشاشه بها وسائل تعليميه استخدمناها يستفاد من عند التلميذ بالدراسه ايضا. جيد جدا ممتاز. نحكي عن ايضا الدراسه، المناهج المدرسيه خلينا نقول، شلون توصلوها للطالب؟ المناهج هل هي متكامله مع الطالب، ملبيه لطموحات الطالب؟ البعض يتحدث اليوم عن مناهج هي صعبة على طالب صف الأول وصف الثاني، حتى المراحل المتقدمة هي صعبة، كيف يتم تبسيط هذه الأمور لهؤلاء الطلبة؟ احنا مناهجنا مناهج تربوية ومناهج تعليمية ايضا يعني وترفيهية بنفس الوقت. يعني عندنا مناهج واحد مكمل للثاني، مثلا عندنا مناهج الرياضيات هي مرتبطة بالروبوت، وعندنا مناهج ايضا تنمية مرتبطة بالإسلامية، وعندنا مناهج روبوت ايضا هي تنمي الفكر عند التلميذ، وعندنا منهج الرياضة دخلنا ايضا الباليه، بما انه بنات دخلنا الباليه وياها. اكو تعاون من الاهالي وياكم؟ نعم اكيد، واذا ماكو تعاون نحن نتواصل وياهم، يعني نكون احنا نشوف التلميذ اللي يكون عنده نوع من الخمول شويه والضعف، نتواصل ويا الاهالي نرفع من المستوى. تاهيل نفسيا وهيك شيء عندكم؟ مرشد تربوي ايضا يعالج مشكلات النفسيه عند التلاميذ، مثلا مشكلات عندنا التلاميذ يخوضون بعض مشكلات الخوف والغيره الانعزال التردد، هاي كلها موجوده، يعني كلها موجوده عند المدرسه وعندنا مرشد تربوي. اهلا وسهلا استاذ، الله يخليك. مشاهدينا الكرام، استمرين وياكم في حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا ويانا. مرحب بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بالأستاذة لمى عبد الأمير مديرة مدرسة التكامل. راح نتحدث اليوم عن موضوع جدا مهم، هو بداية العام الدراسي، أيضا نتحدث عن الفعاليات اللي صارت اليوم خلال هذه المدرسة. رحب بيك ست لمى، أجمل ترحيب. أهلا بك أستاذ، أهلا وسهلا بكم. احنا نتحدث اليوم عن فعالياتكم اللي ابتديتوا بها موسم 2022-2023 للعام الدراسي، مبارك لكم كتربويين طبعا. شكرا جزيلا لكم، وشكرا جزيلا فرقة السنافر، ابدعوا اليوم ويا الاطفال، فرقة كانت جدا مسلية حقيقة، استلينا بها الكبار قبل الصغار، الشخصيات كانت جدا ممتعة. سوينا هذا اليوم يعني خاص للطلاب التلاميذ الصف الاول ابتدائي، يوم ترحيبي لهم وترفيهي لهم بنفس الوقت، يعني تقريبا جو الدراسة جو المدرسة، لأن طالعين من بيئة البيت، وبيئة البيت أكيد موجود بها حنان الأم، وراح يفارقون الأم في شي حالة، فراح يشوفون في يوم يعني صعب عليهم، فحبينا نسوي هيك يوم ترغيبي لهم حتى يكون يعني لهم فد حماس فد دافع من يداومون المدرسة. مباركة جدا. نتحدث أيضا عن بداية العام الدراسي، كيف تتعاملون ويا الطلبة، كيف تأهلوهم لأن يكونوا قادة في المستقبل؟
أستاذنا، إحنا هنا بهذه المدرسة الحمد لله والشكر نشتغل على شخصية الطالب قبل ما يعني أول خطوة هذه بالمدرسة. دائما عندنا شيء مهم، يعني التلميذ نشجع من صف الأول ابتدائي يكون قيادي، نسلمه فد مهام بحيث يكون يعني مسؤول بهذه الصفة أو بمدرسته. هذه يعني نشجع أمور الثانية، نشجع عندنا شخصية التلميذ كلش مهمة بهذه المدرسة، نبدي نشتغل عليها يعني من أول يوم دراسي، نسلمه مهام قيادية بهذه الصفة أو مدرسته بحيث يكون يعني قادر يعني يقابل المجتمع من يطلع باشر أكبر. لأنه صراحة إحنا اللي من قديم يعني درسنا مدارس ما هو يشتغلوا على شخصيتنا، يمكن لحد هذه الأعمار من نطلع إحنا بلقاء أو يعني نكون خجولين، بس إحنا هسه من نطلع الجيل لحد الصف السادس ابتدائي ده نشوفهم ما شاء الله قيادين، فعلا قيادين. هذه يعني الفخر للمدرسة وللمعلمات اللي دي يشتغلون عليهم. الحديث جدا ممتع. أكو أمور إحنا دائما ما نناقشها في مجتمعنا، كان هنالك درس اسمه أخلاقية في المدارس العراقية، وأعتقد يمكن أنا آخر طالب عراقي لحقت عليه بالابتدائية. اليوم ماكو هذا الدرس بسبب الاختفاء. أستاذنا إحنا الأخلاقية انشالت من مدرسة المدارس، يمكن المدارس الحكومية، بس إحنا هنا عندنا مدرسة يعني درس تنمية. درس التنمية يعوض عن درس الأخلاقية، يعوض عن هواية أمور يعني نقول تربوية بالمجتمع، يوصل الدين إلى المعلومة الأخلاقية والدين يعني بصورة لعبة، بصورة قصة، بفكاهة، بحيث توصل للمعلومة الدينية والأخلاقية بهذه الطريقة. احنا كلش متمتعين بدرس التنميه، ويمكن اذا تشوفون اراء درس التنميه مكان درس الاخلاقيه، مو مكانه بالضبط، بس هو عوض عنه درس كلش ممتع ومفيد. قلت لك نوصل معلومه دينيه او الاخلاقيه عن طريق اللعبه او القصه. المناهج التربويه البعض يتحدث عنها صعب جدا، كيف تشوفوها انتم من ناحيه التدريس وطرق التدريس؟ بالنسبه لمدرسه التكامل احنا ما نشوف اي صعوبه الحمد لله والشكر، ان نساعد التلميذ بالشاشات الالكترونيه اللي عندنا. شاشاتنا الالكترونيه بكل صف موجوده، تكون التعليم إلها صوري ويعني كتابي، فلمدة تشوف الشاشة الطفل قدامه هم تطلع له صورة وهم كتابة، فهذا الشيء يعني فتشي كلش ممتع إله، مدى يشوف الصعوبة إله. سؤال أخير، كيف تنظرون للعملية التربوية في العراق في العام المقبل وفي السنوات المقبلة؟ يعني أقول لك نتأمل كل خير إن شاء الله، ونتأمل مدرستنا عام دراسي إن شاء الله ممتع مكللين بالنجاح إن شاء الله، والحمد لله والشكر مدارس التكامل من 2007 تأسست ولحد الآن نسب نجاحها 100%. يعني هذا دليل على يعني حرص المدرسة على تلاميذها وطلابها، والحمد لله والشكر والتوفيق من رب العالمين. شكرا لك أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعرف حضرتكم. أنا ست علياء. علياء، اليوم أنت، إحنا اللي عرفنا أنت أم أحد الطلبة في هذه المدرسة. بداية، شنو اللي جذبكم بهكذا مدارس أهلية بالعراق حتى تدخلون أطفالكم؟ وأيضا أنت أستاذة في هذه المدرسة، كيف تقيمين عملكم من أجل الأطفال؟ نعم، أنا أستاذة وولية أمر طالب هنا بهاي المدرسة. طبعا مدارس التكامل يعني معروف عليها أنه مدارس تربوية ودينية وأخلاقية، وتعلم يعني أشياء جديدة وحلوة للأطفال، يعني خلينا نقول أفكار حلوة يعني بالتعلم والتطوير الطالب. فأنا يعني حبيت أنه أختار هاي المدرسة لأنه كانت مميزة من يعني بقية كل المدارس. اليوم شلون تشوفين بدء العام الدراسي 2022-2023؟ مبارك لكم طبعا بدء العام الدراسي، كيف تشوفين العملية التربوية بالعراق أجمع؟ والله احنا بالنسبة لنا مدرستنا يعني كان تهيؤ يعني خلينا نقول كامل، وبالنسبة لبقية المدارس يعني ان شاء الله اكيد يعني خلينا نقول عام دراسي متهيئ له، وان شاء الله نتوفق في تعليم يعني تلامذتنا الاعزاء. كان هنالك كورونا وماكو دوام، هسه رجعتوا بكل قوة، يعني الخطط عفوا والتفاصيل اللي محضريها
في زمن كورونا شلون كانت وهسه شلون انتم مخططين لتهيئه جيل ممتاز؟ يعني طبعا تعرفون مرينا بظروف كورونا وكان يعني التعليم خلينا نقول صعب، كان تعليم الكتروني، فهسه من اجينا يعني خلينا نقول حيكون دوام كامل، يعني شويه حنواجه صعوبات في تعليم طلبتنا اللي تعلموا على التعليم الالكتروني، فبس احنا ان شاء الله يعني حيكون يعني قادرين انه نتغلب الصعوبات، ويعني قادرين انه نعلمهم والظروف الاستثنائيه اللي مر بها البلد. نعم. اذا ما حكينا عن المناهج الدراسيه، كيف تنظرون للمناهج الدراسيه خصوصا في غياب الدروس السابقه اللي كانت هي تربي الاجيال في منهج الطالب العراقي وهي الوطنيه والاخلاقيه والرياضه؟ اغلب هذه المواد اختفت اليوم من المناهج الدراسيه. المشكله انه هذني الدروس يعني اصبحت مهمشه في يعني اكثر المدارس، مع انه انا اعتبرها انه هي دروس مهمه سواء كانت الرياضه او الفنيه او الوطنيه، خاصه الوطنيه، ويعني احنا لازم نعلم الطالب انه حب الوطن خاصه اللي يمر ببلدنا، يعني لازم احنا نغرس به حب الوطن. يعني ويا جنابش كعائله كيف تشوفون الصعوبات اللي موجوده في الواقع العراقي وتاثيرها على العمليه التربويه؟ بالنسبه يعني الصعوبات يعني اكو بهم مثلا خلينا نقول الناحيه الماديه شويه صعبه عليهم هكذا مدارس، واكو مثلا ناحيه المكان هم شويه يكون بعيد، واكو مثلا انه شويه يكون بعض المناهج تكون صعبه عليهم، بس يعني ان شاء الله يعني خلينا نقول الاهالي يقدرون انه يتجاوزون هذه المشاكل اللي تواجههم ان شاء الله. اهلا وسهلا. إلى هنا مشاهدينا الأكارم وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين دجلة والفرات، نأمل أن تكون حلقتنا نالت أعجابكم، نلتقيكم بحلقات أخرى، حتى ذلك الحين إلى اللقاء.